يا مريم انت تقدم. ليه كده؟ إذن معركة حامية الوطيس، بهذه الكلمات وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حصل أمس داخل أروقة البرلمان الإفريقي المعروف باسم برلمان عموم إفريقيا، وهو عراك بالأيدي كان طرفاه ممثلين عن المغرب وجنوب إفريقيا، والسبب هو طريقة انتخاب رئيس الدورة القادمة. ما شاهدتموه قبل قليل بالفيديو يظهر عمق الأزمة المتعلقة بهذه القضية التي لطالما كانت محط خلاف بين دول غرب إفريقيا ودول الجنوب، حيث يختلف الطرفان دائما حول هذه القضية، وتتطور كما رأيتم إلى ما هو أكثر مجرد اختلاف في وجهات النظر، فكل طرف يميل إلى تنصيب مرشحه ويدافع عن ذلك بكل ما أوتي من قوة. الطرفان البارزان بالعراق الأخير كان بين البرلمانية المغربية مريم بحسا ومشرعة من جنوب إفريقيا كانت ممسكة بالصندوق الانتخابي، وبعد تصاعد الخلاف حاولت مريم سحب الصندوق، ليتطور الأمر إلى عراك تحت قبة البرلمان. في فيديو آخر انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا حاول أحد النواب ركل نائبة أخرى من جنوب إفريقيا في لقطة أثارت استغرابا وغضبا واسعا. دعونا نشاهد ثم أعود معكم للنقاش. Secretary General, no. Mr. Clark, what is going? Yes. We will what is this? How can one person do this? She shouldn't fight. تفاعل كبير حصل على هذا المشاهد التي جمع المعلقون على أنها غريبة عن العمل الديمقراطي والتشريعي، وبنفس الوقت شهد الموضوع سجالا بين رعاية الدول حول الأسباب. يبدأ من رجاء التي كتبت قائلة، قالت رجاء وأنا ما فهمتش علاش البقية كتصور وتتفرج بلا تدخل، موضوع غريب والله، طبعا باللهجة المغربية. سلمى علقت أيضا قائلة من أغرب الأمور هو وجود هذه المشاجرة دون تدخل لا من الزملاء ولا الأمن، هذا دليل أنهم عصابة، هذا رأي سلمى بالطبع. أخيرا تعليق من أحمد كتب فيه موضوع انتخاب رئيس البرلمان جدلي جدا، وكل دورة يكون فيها هذا النوع من المشاجرات، ناس تريد انتخاب بالإجماع وآخرين يريدون في كل دورة رئيس من منطقة مختلفة. أصداء كثيرة بالطبع، نحن جلبنا قليل من هذه العينات، لكن معي من رباط الخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور الموسوي العجلاوي. هلا بك دكتور الموسوي معنا على سكاي نيوز عربية في منصات. هذه الصور دكتور الموسوي استطاعت جلب الكثير من الأصداء، خلاف في القارة الإفريقية على صندوق انتخابي لا يعرف يعني ما قيمته وما أهميته، المفترض ليس القيمة في السوق في الصندوق لكن في الأصوات أيضا، ما الذي حدث؟ كيف ممكن أن تصف ما حدث يعني؟ يا عزيزي الصورة أبلغ من التحليل ومن ما يمكن مناقشته حول هذا الموضوع. المشكل ليس في الصندوق أو في شجار النساء أو في ركل الزملاء بعضهم بعض، المشكل هو تحول في موازين القوى
شهده الاتحاد الإفريقي منذ العام 2017 حول بين كتلة الناطقة بالإنجليزية والكتلة الناطقة بالفرنسية. التحول كان لصالح الفرنكوفونيين الناطقين باللغة الفرنسية. الذي جرى هو أن القانون الداخلي لبرلمان عموم إفريقيا يطلب من التجمعات الخمس، هناك خمس تجمعات داخل القارة الإفريقية ممثلة داخل الاتحاد الإفريقي، كل دولة لها ممثلين، خمسة ممثلين على الأقل، ممثل نائبتين برلمانيتين. التعيين يكون من لدن المؤسسات إما بانتخاب أو بتعيين، وجرت العادة أن كل جهة من الجهات الخمسة أن تقدم مرشحا عنها. الذي وقع منذ أبريل الماضي، اجتمعت دول غرب إفريقيا الخمسة عشر وأقرت بتقديم عيشة توسيسي كرئيسة لبرلمان عموم إفريقيا، وهي شخصية مالية قوية عنيدة لن تسكت عما جرى. ثم مع ذلك هناك الكتلة التي ناطقة بالإنجليزية التي تدور حول دولة جنوب إفريقيا، والتي تقول يجب أن يكون الرئيس دوري هذه المرة من المجموعة الناطقة بالإنجليزية. القانون الداخلي لا يفصل في هذه النقطة. يبقى الحل هو الانتخاب. الانتخاب من الناحية العددية هو لصالح عيشة توسيسي، لكن يوم 27 ماي كانت الجلسة الأولى، وقبيل أجراء الانتخابات أعلن رئيس بالنيابة، وليس هناك رئيس منذ تقريبا 9 أشهر، أعلن أن هناك حالة كوفيد في القاعة ويجب إخلاء القاعة فورا. واحتج النواب من دولة غرب إفريقيا وبعض النواب المغاربة الذين يساندونهم من دولة شمال إفريقيا بصفة عامة. وكان هناك أيضا شجار بين جاليوس ماليما وعلي كاني. فالأمور أن الإخوة في دولة جنوب إفريقيا لا يريدون للتجمع الفرنكوفوني أن يفوز برئاسة عموم إفريقيا. دكتور مسوي، هذه صورة واضحة رسمتها، لكن دعنا نذهب إلى خلفيات ما حدث. يعني ليس ما حدث، لكن العمل البرلماني الإفريقي لطالما كان ضعيفا، لطالما كان كل دولة لديها مصالحها، لا ينظرون إلى مصالح القارة الإفريقية. إلى أي مدى نستطيع القول نحن نتعارك على الفتات وننسى القيمة الحقيقية للعمل البرلماني؟ سؤالك وجيه وعميق. أن الإشكال لماذا تشكل هذا برلمان عموم إفريقيا، هو آخر مؤسسة تم تأسيسها ما بين 2014 و2017، وهذه المؤسسة لها 10 لجان وهي ثقيلة على مستوى التسيير الإداري، لها 8 أهداف، من ضمن الأهداف أن تكون مؤسسة تشريعية للجهاز التنفيذي الذي هو المفوضية الإفريقية الذي يترأسها التشادي موسافاكي. لكن بول كاغامي منذ 2016 أيضا وهو يصر على إصلاح هذه المؤسسة. ما جرى هو بالتأكيد انعكاس لفشل هذه المؤسسة في مواكبة الاتحاد الإفريقي والشعوب الإفريقية. كان أن تعطى أو يعطى نموذج للديمقراطية وللصراع بالأفكار وبالانتخابات، لكن يبدو أن الصندوق هذه المرة هو البطل، لأنه لا أحد، أطرف لا يريد أن يحصى ما بداخل الصندوق، وطرف يريد كذلك يؤكد على إحصاء ما بالصندوق. لذلك كانت المعركة حول من يستولي على الصندوق. هذه صورة سيئة ليس لمؤسسات الاتحاد الإفريقي بل لشعوب القارة الإفريقية وأمام العالم. وهذه ليس أول أمر ولا مرة يتشاجر فيها النواب كما قلتم داخل برلمانات العالم. هناك أيضا حركات وصور خطيرة في شجار بين برلمانيين، لكنه يسيء في العمق إلى العمل التشريعي في القارة الإفريقية وإلى ممارسة الديمقراطية والقبول بالآخر أيضا داخل القارة الإفريقية. شكرا لك من الرباط، الخبير في الشؤون الإفريقية دكتور الموسوي العجلاوي، شكرا جزيلا لك.